النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر قصة حتى تقام الصلاة، دخل عليه، جاء أبو سفيان لما جاء النبي يفتح مكة. تعرفون النبي ما راح يفتح مكة مقاتلا، أراد أن يفتحها من غير قتال. ولما أقبل على مكة، وكررت هذه الحادثة لكن جميلة، لما أراد أن يفتح مكة أقبل عليها أبو سفيان بسيفين، وقف على مدخل مكة، قال إن اقترب محمد قطعته إربا بسيفي هذين. ويوم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع السيوف، شافها النبي، شوفوا الحكمة، شوفوا الأنبياء وأخلاقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. أبو سفيان التفت على العباس قال: يقصدني؟ قال إيه، ونزل سيوفه. أحرجنا. قال: يا العباس، أيقصدني محمد؟ قال: نعم. قال: أفي دين محمد هذا؟ يعني محمد يحترم الناس اللي لهم قيمة؟ قال: نعم، إن محمد ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس قيمتهم. هنا نزل سيوفه ولا راح يقاتل ولا شيء، دخل النبي وحطم الأصنام وهو يتفرج. أثر الموقف في أبو سفيان، يوم الفتح يوم عظيم، وإسلام أبو سفيان جعل سبب في دخول كثير من الناس الإسلام. فقال للعباس: أتراني لو ذهبت إلى محمد أريد دينه يقبلني؟ قال: نعم يقبلك. قال: كيف يقبلني؟ أنا قتلت أصحابه وطردته من هذه البلد التي يحبها، وقلت فيه ما قلت. قال: اذهب إليه، وإذا لم يسمع منك فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ونزل النبي مع باب الكعبة ومعه بلال بعد ما كسر الأصنام، فناظره أبو سفيان والتقى وجه النبي بوجهه فصد عنه النبي، ثم جاء من جهة اليمين فصد عنه، جاء من جهة اليسار فصد عنه، والتفت العباس أبو سفيان على العباس على الجبل، والعباس يقول كما في الرواية يشير بيده يعني واصل لا توقف: وقل له ما قلت لك. قال: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فنزلت دموع النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتفت أبو سفيان على العباس قال له: كمل كمل. قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ثلاث مرات. ثم رفع النبي رأسه وعيناه تذرفان وهو ينظر إلى أبي سفيان، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا رحمة من عندك، لا تبقي لنا بها بؤسا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، اقتدوا بهؤلاء الأنبياء وسيروا على طريقهم وتعلموا من سيرهم، وكونوا ممن يقف عند حدود الله، يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وفي دورنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه، وأن يجعل ولاية المسلمين في أيدي المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وجنبهم ولاية أشرارهم. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماءهم في اليمن، واحقن دماءهم في تونس، واحقن دماءهم في ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصر المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وعلى كل بلد يا رب العالمين وتحت كل سماء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت رب العالمين، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا، مريئا سحا غدقا، مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، تسقي به البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعله سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء يا رب العالمين. شكر الله لكم حضوركم، وأقول لكم ما قال نبيكم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.